السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكل. اكيد ان شاء الله في احلى اكل، ولكن كالعاده زي ما حضراتكم عارفين يوم الاربعاء بالذات مش تابعي في الاكل، يبقى مسابقتنا وبيدورونا من الصغير للكبير، وده على دراستي طبعا لكل المشتركين من البرنامج طبعا بموضوع المسابقه. بحب اعيد دايما وازيد، معلش انا اسف، يوم الاربعاء بالذات ده الجدول بعيده كل مره عشان في ناس كتير بتزعل او بتاخر عليها الرد فبيبقوا زعلانين جدا. بس والله الموضوع يا جماعه يعني كان عليا عايز اعمل والله كل يوم مسابقات، ولكن الاربع اسابيع او الاربع اربعات اللي بخلال الشهر مع حضراتكم كل مره بيبقى عندنا فيه يوم للاطفال طبعا حبايبي وعلى راسي اولاد ربنا يحميهم، في عندنا يوم لامهاتنا وابهاتنا، في عندنا كمان يوم ده ما ينفعش يعني نهزر فيه اللي هو يكون النهارده معركه، بيبقى دايما غالبا بيبقى كل اول شهر او اخر شهر حسب الجدول، ذو القدرات الخاصه اولادنا وحبايبنا واحنا مش بنعملها مجامله ليهم ولا بنعملها عشان يبقى لا، ده حق علينا وحق ليهم، لازم يكون ليهم مكان عندنا في البرنامج في كل مكان في كل حته في اي حته في مصر ليهم مكانهم، ربنا يحميهم، هيكونوا النهارده معانا. وفي عندنا كمان يوم تاني لكل اخواتنا واخواتنا الولاد والبنات كمان اللي بيعملوا المشاريع من خلال البيت، بينورونا بنشوف اخبارهم ايه، الصفحات اللي بيبيعوا عليها، اللي المشروع بيعملوه ازاي، يعني ست البيت او راجل البيت بيعملوا مشروع اكل وبيبداوا يشتغلوا من خلال السوشيال ميديا او من خلال اللي بيعمل دليفري او اللي حسب ايا كان الشكل بتاع بيع وشراء يعني الاكل بالاخص، بنيجي نسمع منه ونشوف وندوق كمان، او نسمع منها وندوق ونشوف صفحتها ونحاول نزق مع بعض للناس دي برده يبقى ليها مصدر رزق، يعني لازم برضو نبقى معاهم. فالمقصود من كلامي ان كل اربع والله بيبقى ليه جدوله، واطفالنا وامهاتنا وكلهم على راسنا، ولكن النهارده هيكون معانا حلقه مميزه جدا فيها سته من اولادنا ربنا يحميهم. اول فاصل هيكون معانا ثلاثه، وبعد كده هيطلع فاصل هيكون معانا ثلاثه، ركزوا شويه بقى معانا النهارده ان شاء الله، ونخلي اولادنا تركز معانا ونتعلم ونشوف مش بس الاكل، انا بحب اتعلم في الحاجات دي التربيه عامله ازاي، التعليم اخباره ايه، الاهتمام الاهالي باولادهم في الحته دي بالذات اخبارهم مش في الاكل والله بتكلم عامه، لان ذو القدرات الخاصه دول بيبقى قدرات خاصه فعلا، فعايزين حد بجد يكون اب وام ربنا يحفظهم جميعا لكل امهاتنا وامهاتهم طبعا واباتهم، دول برضو يعني مش عاديين. فتعالوا النهارده نشوف كل نموذج ونتعلم منه ونشوف ونفهم الحكايه ماشيه ازاي، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله، مساء الفل والهنا. ازيكم يا اساتذه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ الحمد لله. احب ارحب بحبايبنا وضيوفنا واولادنا الاستاذه تقى حنفي. ازيك يا تقى؟ تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه؟ 16. ما شاء الله عليك. هتعملي النهارده ايه؟ كبده اسكندراني. اوعى تكوني اول مره تعمليها. لا لا بجد هناكل حلو يعني؟ طيب. ولا جربي فيا؟ لا لا ان شاء الله. ماشي. ومعانا كمان محمد شعبان. اهلا ازيك حماده؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. هتعملي لنا ايه النهارده؟ سلطه التونه. الله الله الله، جاهز؟ اوكي. اوعى تكون اول مره تعملها. لا لا ماشي. هنيجي بقى على الاخر على عنقود القمر، حلو السؤال الجميل ده. ريتاش جمال، ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا مش هتكلم على الاكل قبل ما اتكلم على التاتوهات الحلوه دي. ايه الموضوع؟ تحب التاتوهات؟ ها؟ ايه اللي على ايدك ده بقى؟ ده اسم ده ولا ايه؟ اسم مين؟ اللوبيو. ها؟ اللوبيو صحابي. حلوه قوي ما شاء الله، عاجبك يعني؟ حباه؟ ماشي، واحنا كمان حابينك اصلا. طب قولي لي بقى هتعملي ايه النهارده؟ سلطه جبنه. وفلفل. ايوه. وبتاع ده خس. الله، برافو عليكي، ماشي الكلام. طب يلا نبدا نطبخ وندردش واحنا بنطبخ، ايه رايكم؟ ماشي. يلا بسم الله، اتفضل. يلا خش. يلا يا ريتاش ابتدي. ومعانا كمان ان شاء الله بعد الفاصل الاستاذ عبد الرحمن وسلمى سعد فرج، ومعانا كمان ساره سيد ان شاء الله هيكون بعد الفاصل، وكل واحد طبعا فيهم زي ما انا شايف قدامي، انا شايف ما شاء الله سي في محترم لكل واحد فيهم والموضوع كبير. هرجع تاني بقى كمان لتقى حنفي. تقى. انا. ايه الاخبار؟ الحمد لله. طمنيني على الطبخه، اخباره معاكي ايه؟ تمام. انا شايف ريتاج مش تطبخ النهارده صح؟ مش عايز تطبخ ريتاج صح؟ استنى لما نشوف ريتاج واقفه كده ساكته ليه؟ ايه بقى حكايتك انت؟ ها؟
كله عمال يقول لي خد بالك من رتاج، رتاج بقى لها كتير عايز تيجي المسابقه، رتاج عايز تقابلك، ايه الحكايه؟ النبي انت عسل. طب قولي لي هتعملي ايه؟ هتطبخي على طول ولا لسه شويه ولا هتعملي ايه؟ ايوه ايه بقى؟ قولي لي وعلميني بقى عشان انا عايز كل الناس اللي بتتفرج عليك تتعلم منك الطبق ده. ده طبق سلطه يوناني؟ جديك سلطه؟ الله. طب قولي لي بتحبيها السلطه ولا لا؟ احبها. بتاكلي خضار ولا لا الاول؟ أوه. لا اوعي تضحكي عليا، هعرف اكلم ماما دلوقتي وهعرف كل حاجه. انت عارفه ان انا مهم عندي جدا 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 لو انت بتتابعي البرنامج، انا كل يوم بقعد الحاجات دي. من شروط المسابقه ونجاح المسابقه ان كل اللي جاي يتسابق يكون بياكل خضار وفاكهه. قولي لي ليه؟ مش احنا عايزين شعرنا يبقى طويل وكبير كده وحلو ووشنا منور زي وشك القمر ده؟ هيجي منين الحاجات دي بقى؟ لازم اكل كويس وابقى عندي تغذيه كويسه. والتغذيه دي بتيجي منين؟ ها؟ من الاكل. طب والاكل عباره عن ايه؟ الخضار الحلو والفاكهه الحلوه طبعا مع كل التكنيك كويس، ولا انت رايك ايه؟ ها؟ عادي يعني ناكل خضار ولا لا؟ طب يلا قفلي الطبق ده وريني هتعمليه ازاي بقى؟ وريني يلا سمي بالله كده وابدأي. اوكي واحده واحده بقى احنا. ها يا ولد انت هترص بقى شكلك كده، يلا براحتك خالص. ماشي خلينا نشوف حماده. بسم الله ما شاء الله عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله. ايه الحلويات دي؟ الحمد لله. ايه حكايتك مع المطبخ؟ موهبه من والدتي. ما شاء الله انت عامل زيي بقى. طب قول لي بقى اتعلمت الاكل من ماما؟ اه. برافو عليك. ايه اكتر اكله ماما علمتها لك او اول اكله ماما علمتها لك؟ هي دي. ايه سلطه التونه؟ بتاكلها ولا لا؟ باكلها. عارفه دي من افيد انواع السلطه؟ بحبها جدا جدا كمان. لان كلها فيتامينز وكلها بروتين وكلها خضار. يس. صح كده؟ انت في سنه كام بقى؟ ولا ثانوي. ولا ثانوي ما شاء الله مش باين عليك. طب طمني على الدراسه اخبارها ايه معاك؟ الحمد لله تمام كويسه جدا ما شاء الله. بتذاكر كويس ولا؟ طبعا. اوعى. طب قول لي بقى عايز تطلع ايه ان شاء الله؟ انا بلعب درامز ما شاء الله. وانا نفسي لما اكبر ابقى درامير زي الاستاذ شريف منير. والله العظيم برافو عليك حلو قوي. طب قول لي بقى جربت الموضوع ده ولا لسه؟ انا حاليا اصلا بلعب درامز. اوكي. وعندي حفله يوم 24/11. اوكي فين بقى؟ في اكتوبر. في اكتوبر؟ يس. اوكي هنا في المنطقه يعني الناس هتسمع. طب ما تقول لي اجي لك احضر الحفله دي. اوكي والله حضرتك. ماشي قول لي قبلها كده ولو كده راجع يا سيدي احضر. حاضر. انا بحب درامز جدا خد بالك. وانا برضه بحب الحركه الاخيره اللي هي بتاعت تن. ايه دي بقى مش عارفها بس بحبها. اسمها بريك كراش. البريك. استنى بس استنى بس اما اشوف بيضحكوا علينا. بتضحكوا علينا في ايه دي؟ بتضحكوا علينا ايه بقى انت؟ ها؟ بتعملي ايه؟ دي بترص الخضار. طبعا. دي بتضيع وقت يا عم. دي بتضيع وقت بتعملي ايه؟ ها؟ بتعملي ايه انت؟ ها؟ طب انت عدتيهم ولا لا؟ ها؟ طب ما تعدهم لي قولي كام خيارايه دول عشان اعرف. احنا متفقين ان احنا عايزين نحط 10 خيار وخمسه طماطم وسبعه فلفل. انت عندك كام وكام دلوقتي؟ انت نسيت العد شكلك صح؟ طب خليك عدي ولا هجيلك تاني. طيب لحظه حاضر لحظه حاضر قول لي بقى نكمل كلامنا معلش. اجيب لك معلقه اكبر نقلب بيها. اوكي خد يا حبيب قلبي دي كويسه اهي اتفضل. طب قول لي بقى حابب تبقى درامز تبقى مزيكا؟ حابب تكون كده. وايه تاني؟ ايه هواياتك تاني؟ انا بغني برضو. بتغني ما شاء الله حلو. وايه تاني؟ بغني وفي السباحه برضو. برافو ما شاء الله. والدرامز وبس كده. احنا نعمه زي الفل. حلو قوي عليا كده. برافو عليك برافو عليك. طب خلينا نشوف ريحه الكبده دي بتعمل ايه بقى. اوكي اما نشوف هسجن الحته دي بقى على الواسع كده عشان ايه اديكي مساحه. ايه يا عم الريحه الحلوه احنا نفتح مشروع بقى. والله ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. ريحه الكبده حلوه من بدايه العنوان يعني. ايوه قولي لي بقى مين اللي علمك الطبخ؟ ماما. الله الله بتطبخ كويس ولا بابا؟ لا لا ماما. بجد بابا بيطبخ ولا لا؟ نص طبعا ماما الاحلى. ايوه طبعا. اكيد طبعا كل امهاتنا الاحلى في الطبخ ربنا يديهم الصحه يا رب. طب قولي لي بقى انت بس الكبده اللي تعرفيها ولا حاجه ثانيه؟ لا هي كبده وحاجه ثانيه. ايه بقى؟ مش عارف اسمه ايه. محشي. الله ده احنا جامدين محشي. انا فاكرك مكرونه فراخ بانيه. مكرونه برضه مكرونه بشاميل مكرونه نسكريسكو. برافو. بتاع ده كشري ما شاء الله. طب قولي بقى طموحك ايه لما تطلعي ان شاء الله؟ هو انا نفسي اطلع دكتوره. دكتوره دكتوره وفي نفس يا اما مدرسه.
دكتورة أو مدرسة؟ لا اختار حل عشان نتكلم عنه. دكتورة أو مدرسة الاثنين أحلى من بعض. الدكتور بيفيد الناس ودي مهمة جدا الواحد يشتغل شغلانة تكون بتفيد الناس وكلها يعني حرفة قوية جدا وتعليم عالي جدا في الطب. أما الدراسة نفس الموضوع برضو بتفيد الناس وبتبقى مهمة جدا جدا والمدرسة الشاطرة طبعا هتبقى زيك إن شاء الله إحنا كلنا نستفيد منها إن شاء الله. فأنت في الآخر بقى هتبقى دكتورة ولا مدرسة؟ لا مدرسة. مدرسة يبقى صميمة على التدريس. طب وإيه بقى؟ عايزة مدرسة إيه بالظبط؟ علم نفس. علم نفس؟ إشمعنى؟ عشان بحبها. تحب علم النفس؟ عندك معلومات عنها؟ تقري قصدي يعني أو أنت جات لك خلفية منين؟ لا هو أنا أصلا بدرسها. انت اصلا مدرسه؟ لا بدرسها. بتدرسيها؟ انا اتخضيت قلت مدرسها فاجئتيني. انت عندك انت سنه كام؟ ثانيه ثانوي. ثانيه ثانوي ما شاء الله ما شاء الله والله ما باين عليكم انت في ثانيه ثانوي. ربنا يحميك يا حبيب قلبي وكده الحته حلوه. يلا اشم الطشه. يلا برافو عليك. جينا بقى على اللي عمال يرص طماطم وفلفل. كام واحده عديتي كام واحده؟ انا بيقولوا لي انت كنت مكسره الدنيا في قادرون باختلاف. ايه الحكايه؟ قولي لي. كنت بقابل هشام جميل وايه يقعد يهزر معايا وبعمل معاه اي حاجه. مين الانسان الجميل؟ حد من صحابك؟ طيب وبعدين رحتي قادرون باختلاف ليه؟ ليه طلبوك انت بالذات؟ عشان انا حلوه وبسمع كلامهم. برافو عليكي. وسمعت انت كمان قابلت الريس وشارك الكلام ده صح ولا بيقولوا بيقولوا كده؟ بيقولوا في صوره كمان. فين يا شباب وروني فين؟ الله انت ده. تعالي تعالي سيبي بس كده لما نشوف الصوره بتاعتك. تعالي تعالي اركب 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 اركب. الله اكبر. تعالي ايه الحكايه بقى؟ تعالي. الله انت قابلت الريس واديتيله ورده. قابلتيه بنفسه كده؟ انا شايف بيسلم عليك اهو. تحبيه؟ بتدعي له؟ ربنا يديله الصحه ويخلي له عياله ويحفظه. جدع برافو عليك. الله وانت مين دول؟ مين دي؟ انا عارف دي. دي مين؟ انا شفتها قبل كده. مكه صاحبتي. مكه دي جت هنا قبل كده صح؟ استنى بسالهم هم. مكه جت هنا يا ولاد صح؟ عيب انا ما عديش على لكن دي انا ما شفتهاش قبل كده صح؟ برافو. وانبسطت اليوم ده؟ عشان انت قمر ده هم اللي اتبسطوا بيكي صح ولا لا؟ برافو عليك. قلت لي بقى هتطلعي ايه بقى ان شاء الله لما تكبري؟ بسم الله بسم الله. اطلعي لما تكبري يا قمر حلوه. دكتوره. ايه؟ اطلع دكتوره. دكتوره بره واحده. الله. طب قولي بقى دكتوره ايه؟ دكتوره اسنان. دكتوره اسنان؟ الله. طب انا محتاج دكتور اسنان جديد فعلا. ما يلا بقى. طب جاهزه امتى ولا ايه؟ ها؟ ان شاء الله. بسامة. ان شاء الله. ان شاء الله. انت ايه الاخبار؟ خلصت؟ انا خلصت. طب بص يا معلم انا عندي حاجه صغننه انت عايز تعملها. الزيتونتين دول هنحطهم عشان ما ننساهمش. دايما بص انسى كده بايديك وايدك الثانيه. ايوه مدي ايدك كده بايديك ما تخافش. ايوه نزل دول على الطبق. لا بايدك الثانيه عشان لازقين هم. ليه بقول لك كده؟ ان في احيانا حاجات بننساها زي دول مثلا. حاجات صغيره جدا بس احنا عشان زي ما انت عارف حرام نسيب حاجه في الطبق صح كده؟ لازم نروق دايما طبقنا. والدوره دي انت هتحطها في الاخر انا عارف على الوش صح كده عشان تجرنش صح؟ الدور الاصفر. برافو عليك. يلا يا باشا اغرف عشان نخلص على طول. شطور يا فندم. يا فندم منار هاني صباح الفل. تعالي اعمل ايه؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. لو سمحت انا كنت عايزه اعرف طريقه البريان. حاضر يا فندم تحت امرك. وكنت عايزه اقدم كمان على حاجه. انا عايزه اقول كلمه لاولادنا النهارده ان هم منورين وخصوصا الرتاج قمر ما شاء الله عليها وربنا يا رب يبارك فيهم يا رب. يا رب يا فندم يحفظهم يا رب. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. كان احمد ابن عايز يكلم حضرتك. طبعا طبعا. ابو حميد. احمد. صباح الفل يا حماده. اخبارك ايه؟ كويس. عندك كام سنه؟ 6 سنين. ما شاء الله. وايه اخبارك في المطبخ؟ كويس. طيب يلا بقى اشترك في المسابقه عشان نشوفك كده. ماشي؟ مش عايز تعمل جديد عشان اجيب. الايه؟ طقم جديد عشان اجيب. انا والله ما فاهم بيقول ايه. طب اشترك حالا في كنترول ويلا تنورني ان شاء الله. حاضر. انا مش سامعه يا جماعه والله بس ما تقفلش سكه معاه حالا تشتركوا معاه في البرنامج. حاضر. ياسمين. الو. الو. ايوه يا فندم. ازاي حضرتك يا سيد؟ اهلا حضرتك. الحمد لله. الحلقه جميله والولاد زي العسل. الله يبارك في عمرك. تسلمي. تسلمي يا فندم. دايما حضرتك كده بتقدم لنا الحلقات المختلفه والحاجات المختلفه. ربنا يخليك. مش بتفهم عند اي حد غير حضرتك.
تسلم يا شيف، وبجد هم جمال وهم فعلا مختلفين ومميزين. ربنا يحميهم يا رب. هم ربنا يحميهم بجد يا رب. وهم قادرين ان هم يكونوا افضل واحسن. هم اوريدي افضل واحسن وافضل كمان. ما شاء الله عليهم. ربنا يا رب مميزين عن ولادنا في حاجات كتير، وهم جمال فعلا. كلهم ربنا واحد يحميهم. ربنا يحميهم كلهم يا رب. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو العفو لحضرتك. شكرا حضرتك. تحت امرك، اتفضل. شكرا. رحاب هانم. الو. يا رحاب ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم. عامل ايه؟ الحمد لله كله بخير، تسلمي. كنت عايزه بس اشترك لجوزي مع حضرتك في المسابقه. يا سلام. كنت عايزه اعمل له مفاجاه. اسمه ايه اسمه يا فندم؟ اسمه احمد. احمد بصراحه هوايته الطبخ يعني. احمد سعيد الحظ هنسميه. ايه؟ احمد سعيد الحظ هنسميه. والله العظيم، وبيعمل اكل حرفيا يعني احلى مني والله. يعني انتوا لسه متجوزين جداد يا فندم؟ لا احنا بقالنا سنتين يعني جديد فعلا. يعني حلو ماشي. انا بفهم بس المعلومه يا فندم والله مش اكتر. جديد. لا طب بس هو خدي بالك المكالمه يعني دي مسجله على الهواء مباشره. هو والله ايه؟ اتفضلي يا فندم اتفضلي. بقول لك هو حتى من قبل الجواز، وهو حتى يعني الصراحه بيساعد مامته في المطبخ وبيعمل اكل صراحه جميل جدا. طب حلو قوي، يعني بخت احمد. انا ما صدقتش لما انا جربت بصراحه، يعني ما شاء الله ربنا يديم المحبه. حلو لما انا اتجوزت يعني. ربنا يديم المحبه. حالا في الكنترول سجلي بيانات زوج حضرتك وربنا يحفظكم لبعض. انا بشكرك شكرا جزيلا. ولسه كنت بقول والله بهزر بجد، احمد ده سعيد الحظ يعني ان مراته تكلمه على الهوا كده وتعمل له اشتراك في مسابقه، فدي حاجه كويسه جدا يعني ما شاء الله ربنا يديم المحبه يا رب. افندم حد اسمه فاصل. ايه يا شباب قدامكم ايه؟ انا خلصت. احنا كده شكلنا نقعد نبات هنا. انت ارتاشه هتباتي هنا انت خلاص صح؟ بتعملي ايه يا ارتاش؟ يا ولد بصك، ما انا عارف ان بصك. قفل خلاص الطبق. طب والله يا جماعه انا عاجبني. بص كده خالد، ثانيه واحده والله. بص 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 عليا، بص الكلام، بص ارتاش بترص الطبق ازاي. عملتي حاجه لماما قبل كده كانتها من ايدك ولا لا؟ اساسا بابا يعمل الاكل. بابا بيعمل الاكل حلو ولا بابا احلى؟ بابا يعمل له اي حاجه. ايه؟ بابا يعملش اي حاجه. ما بيعملش اي حاجه خالص. بس انا بقول له اجي اساعدك. لا يقول لك خايف منك عشان تعمل كل حاجه احسن منه طبعا اكيد صح؟ لا انت لا. خايف منك ليه؟ خايف. وانا كنت صغيره. وانا كنت لسه ماما حامليني. لسه نونو. لسه نونو. وايه واخواتي بقى عمالين يتخانقوا عليا. وماما خايف مني. خايف تخش المطبخ وانت نونو اصلا. وانا ساعتها بقى وانا لسه صغيره. خايف مني ولا ايه؟ خايف تخش المطبخ تكسر الدنيا صح؟ ماشي يا ستي. طيب قدامكم كتير يا شباب. أنا شايف أنت خلصت. هات طبقك وتعال. أقول لك يعني سيبه تمام ماشي خلاص. أنت خلصت كده؟ هنرفع المعلقة دي كده. تسلم إيدك. إيه طب هناكل أنا وأنت مع بعض طبق. أوكي. أوعى سيبوني لوحدي أحسن أكون أنت عامل كده ولا كده. هتاكل قبلي ها؟ ماشي. طب يلا بينا. أدي كده أول طبق خلاص خلص أهو. ماشي الكلام. وشامم ريحة الكبد. الله فين ده؟ أنا خلاص هنغرف ولا إيه؟ طب يلا بينا. حالا بقى نغرف على طول. أنا هساعدك وإيه؟ أوسع نفسك كده على طول كده. وهجيب لك حالا طبق للغرف عشان ايه نطلع فيه الكبده ونطلع فاصل. اوكي يلا بينا. انا عندي فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معانا كمان ثلاثه من اصدقائنا سوبر نوز. اتفضل يلا. لا. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله ومع احلى شباب. صباح الفل والهنا. ازيكم؟ احب ارحب بيه. ابدا بقى من اليمين الاستاذ عبد الرحمن. ازيك يا فتح؟ اخبارك ايه يا فتح؟ منور الدنيا يا قمر. ربنا يديك الصحه حبيبي. سلمى سعد فرج صح؟ ازيك يا سلومه؟ اخبارك ايه؟ تمام. منور الدنيا يا حبيبي. ساره سيد ازيك؟ اخبارك ايه؟ مبسوط قوي. وانا مبسوط جدا والله العظيم، نورتيني وشرفتيني. وانت كمان ليك قصه كبيره جدا عن بعض الناس هنتكلم عليها. اخبارك ايه؟ هتبداي تعمل لنا اكل ايه النهارده؟ سمك. سمك سمك سمك. اوعى تكوني بتهزري. سمك في ايه؟ سمك في ليه كمان؟ ايه بقى هتعمليه ازاي؟ بطاطس. ماشي يعني بالخضار. خلاص يلا بينا. ماشي اوكي. وممكن تقدري تشتغلي على طول عشان نكسب وقت. اتفضلي ونتكلم مع بعض على طول. سلمى هتعملي لنا اكل ايه النهارده؟
توتي بالجبنه الرومي. يا سلام ماشي الكلام، يلا بينا ابدأي على طول يا بودي. ماشي. قالوا لي انت اسمك بودي مش عبد الرحمن بس. عالمي. صح انت اللي عالمي والله. حبيبي والله العظيم. وبعدين انا سامع عنك برضه موضوع كبير قوي. شكرا. شيف جامد بيقولوا. ايوه. ايه حكايتك في المطبخ؟ مسباحة. ليه؟ مسباحة. مسباحة. ايه ده؟ مين ده؟ انت شغال شيف يا عم ولا معرفش ولا ايه؟ ايوه. ايه الحكاية؟ عالمي بقى. انت عالمي طبعا كده كده وعلى الهوا كده وتلفزيون وبرامج، انت عالمي بجد. ايوه. انت جامد اصلا. الله يخليك. طب قول لي انت حابب المطبخ ليه؟ استنى هجي لك. مساء الخير. انت الوحيدة اللي قعدت معايا وصابرين ومش هنتكلم اهو، اوعى تاكل الاكل، اوكي؟ اوعى. استنى جاي لك. ايه يا سيدي بقى؟ قول لي بقى انا هجي لك هنا. الله. قول لي بقى. انت هنا متصور ايه ده؟ انت مع اشرف عباقي؟ انت فنان جامد بقى يعني. صاحبي بقى اخويا الكبير. صاحبك واخوك؟ ده استاذنا. قول لي بقى هتعمل اكل ايه النهارده؟ بني. اوكي. تمام. بني. بتاع ده؟ لبن. لبن. اوكي. تمام. يعني هتعمل فراخ بني. صح كده؟ صح. طيب ماشي الكلام، حلو قوي. ايه موضوع المطبخ؟ وقالوا لي انت لبس المطبخ ده بتاعك انت. أيوة. يعني طبيعي كل واحد بيجي عندنا هنا بيلبس الابروم. انت جايب لبس المطبخ بتاعك، ايه حكايتك؟ عالمي. عالمي، اللهم صل على النبي عليك. عالمي، فبتلبس المطبخ في اي مكان بقى تروح. صح؟ طيب انا الجاكيت دي مش عجباني. ليه؟ عشان انا هعمل لك جاكيت احلى منها، ما دام انت تحب بالشيف بقى. وعليها اسمك. استنى. ايه رايك في الكلام ده؟ ماشي. هعمل لك جاكيت مطبخ. بس تسيب لي عنوانك وانا هبعته لك لحد البيت. ماشي. حلو. بس جاكيت مطبخ بقى يعني لو بتحب شواكس السكه دي انا هدلعك. اسلم. ده انت باشا، احنا نعمل لك تعظيم سلام يا باشا. اذا بتحب المطبخ قول لي بالك، اديني نخش المطبخ يا اسامه. نبي ابراهيم جاكيت المطبخ عشان بس انت، انا عندي حبه زهايمر، انا اسف. قول لي بقى مالك قد ايه بتخش المطبخ؟ ساعات. ساعات كل يوم. طب شاطر. طب وانت مين اللي حبيبك في المطبخ اصلا؟ ماما. تعمل اكل حلو؟ كده. ولا بابا؟ ماما. طب انت اتعلمت ايه من ماما غير الفراخ البنين؟ ايه؟ بصل. بصل. تمام؟ توم. برافو. تمام؟ برافو. توم وملح وبصل وشايف فيه لبن وتوم باودر وبصل باودر. يلا يا باشا عشان من نلحق. سنيه. يا وريني معاهم فيديو. فين الفيديو؟ وريني. اللهم صل على النبي، الله اكبر عليك. تتمرن؟ بص هنا يا باشا. ايه ده؟ مين ده؟ انا. مين الجامد ده؟ موتي. اللهم صل على النبي عليك، ربنا يحميك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. ايه يا عم تلعب باي؟ ايوه. الله اكبر. ايه يا عم التمرين الحلوه دي؟ ما شاء الله. لا ده انا بقى اتمرن معاك بقى. ماشي. بجد والله. ايه رايك؟ ايه رايك؟ نتمرن مع بعض؟ اه ماشي. بتحب الجيم؟ حلو. ايوه. انت بتحب الرياضه؟ اه. رايك ايه في الرياضه؟ ممتاز. طب انا عايز بقى اسمع منك وتبص للناس الحلوين دول اللي بيتفرجوا علينا اللي ما بيلعبوش رياضه. في شباب كتير زيي وزيك ما بيلعبوش رياضه، نقول لهم ايه؟ انا شكرا يا امي يا حبايب يا حبيبي خليك يا اما. ربنا يحفظك. بتحب ماما؟ اه. ربنا يحفظها لك. انت عامل زيي. امك 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 لحد كل يوم تقول ماما بس، وكل يوم تقول تبوس ايد ماما. لا لا لا. ورجلي ماما. انا نايم. جدع. انا نايم. جدع. انت محترم. اصحى نبوسها. انت محترم. كليها. تبوس رجليها. كليها. انا نايم. انت محترم. محترم. انا اكيد في الكلام ده صح؟ راجل. ما هو ده الراجل. الراجل اللي يعمل كده في مامته. صح. ان يبوس ايديها ويبوس رجليها ويستفيد من كل دعوه منها. صح ولا لا؟ صح. عشان انت راجل. برافو. راجل من كده. راجل ابو الرجاله طبعا. تشرف. ايه يا قمر؟ انا عاجبني ادائك قوي. بسم الله ما شاء الله عليك. ايه الشياكه دي؟ ايه الجمال ده؟ بجد والله؟ هو اكيد صح. طبعا صح 100% صح. عملتي ايه؟ سمك الفيليه. اوكي سمك الفيليه. وبعدين عملتي ايه؟ حبه ميه؟ ميه. اساعدك؟ استني انا قولي لي لحد ما اقف. حبه سوء قمنانين كده؟ بس كده؟ عشان ابوظها. وسنة زيت عشان ابقى شريك معاك في الطبقه بس ها؟ ايوه كده؟ وهنا حبه بس كده. حاضر. ايه تاني؟ هتخش الفرن؟ فرن. يلا اساعدك؟ بعد كده الفرن احط بقى. دلوقتي ولا قبل الفرن؟ بعد الفرن. طب يلا اروح هتغطيه ولا اسيبه زي ما هو؟
حاجة ممكن حاجة أي حاجة. طب تعالي يلا تعالي تغسلي إيديك أنت وأنا هحط لك الفرن على طول أهو جنبك هنا يا حبيبتي. بسم الله كده كويس؟ يلا على مهلك. يلا أنت قاعد بتعمل أنت إيه هنا يا عم؟ سايبني أنت خالص؟ أفندم صور لمين؟ سارة ماشي. طب وروني صور سارة. الله 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 إيه يا سارة الحلاوة دي يا سارة؟ ايه الجمال ده ما شاء الله عليكي؟ مات. انا ما عايز اتكلم انا قدامي شهرت قد كده. طب وايه تاني؟ ده كنت فين الصوره دي؟ فين ده؟ ادي في النادي. برافو عليك. مات. ما شاء الله. تعالي بقى في جنبي هنا عشان ادردش معاكي بقى عشان انا جايبين لي شهرات كبيره جدا وميداليات. عايز افهم الحاجات دي بتاعت مين الحاجات دي؟ بتاعتها هي؟ ده عارفه بقى. طب قولي لي بقى افندم. طيب قولي لي بقى انا شايف هنا تكريمات ما شاء الله. كل دي شهادات تكريم. ده اللي في البيت وغير اللي في البيت. بسم الله ما شاء الله عليك. طيب تكريم السيده ساره عازم صح كده؟ دي من القوات المسلحه المصريه. ما شاء الله ايه الحلاوه دي يا عم؟ ما شاء الله ما شاء الله على مشاركه الفعاليات والمميزات بنجاح الاحتفاليه ملتقى الانساني 2018. حاجاتي في البيت. انت كمان معاك حاجات زي دي في البيت؟ ما جبتهاش معاكي دي. انا بحب الحاجات دي اشوفها واعرف احنا رايحين فين وبنعمل ايه والميداليات والحاجات دي كلها بحب اتكلم عنها. هتبعتها لي ماشي واحنا كده هنتقابل تاني ماشي يلا. وعندي كمان الفنانه ساره عزم ده مكتوب بتايتل الملتقى الدولي للفنون صح. اه برافو عليك. ماما سهيل ما شاء الله ربنا يحميك يا حبيب قلبي. طيب شهاده مشاركه مهرجان الفنون والفلكلور ما شاء الله عليكي ملتقى اولادنا للفنون ذو القدرات الخاصه ومهرجان الفنون والفلكلور. ايه الحلاوه دي؟ ماشي تعالى نشوف ايه تاني. شكرا لتقديم جامعة الطهار محترفين بتقديم ايه ده؟ انت دخلت جامعة الطهار؟ انت عسل شاطره برافو عليك يا ساره ما شاء الله. لا انا كده كمان مجمع الفنون الفلكلوري تاني مؤسسه اولادنا صح؟ ما شاء الله عليك يا ساره والله بهراني جدا. كل دي شهادات ما شاء ايه؟ وانت واقفه جنب الصور والشهادات بتاعتك في الشاشه ما شاء الله عليك. دي اوبرا. دي في الاوبرا برافو عليك. طب الميداليات دي بتاعت مين؟ الميداليات دي بتاعت مين؟ ساره ما شاء الله عليك انت شاطره جدا جدا جدا. طب الميداليات بتاعت مين؟ الميداليات دي بتاعت مين يا جماعه؟ يا باشا يا باشا ايه يا باشا؟ بتاعتي. ده ما ترد عليا يا باشا انت يا سيدي كده يا عمر. انا خلاص على فكره انا ممكن اجيب لحد تاني بتاعتي. لو انت مش عايزهم براحتك يا باشا قول لي بتاعتي. اكيد بتاعتي. ماشي اولمبيات خاصه مصريه مهرجان ايه يا عم الشغل ده برضه؟ ايه انت الحاجات دي واخدها امتى دي؟ انت مش عايز تشتغل انا عارف انا عارف انت عايز تلعب صح؟ عمال تطبخ في الجوانتيات. انت الحاجات دي خدتها امتى؟ بدري. ايه؟ من فتره؟ شاطر برافو عليك. طب الحاجات دي بتاعت مين؟ بتاعي. انت كمان؟ اه ده حاجتك انت؟ كله حاجتك كله حاجتك انت الله اكبر. انت بتعرف تعمل الحاجات دي؟ طب قول لي بتبيعها بقى ولا ايه؟ لا خد بالك الحاجات دي بتتباع اوعى تكون بتديها لحد ببلاش. لا يابا انت يا باشا يا باشا الحاجات دي تبعك؟ دي تبعك. استنى بس الحاجات دي تبعك؟ لا دي تحتي. طب والحاجات دي تبعك؟ اه ده كله ده كله. والشهرين تبعك؟ واحد اه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. والأكل تبعك؟ اه ماشي ماشي خلاص احنا متفقين خلاص ماشي. ايه الحلويات دي؟ انت اللي عامل الحاجات دي بجد والله؟ قولي لي بقى اصل انا بحب الحاجات دي جدا على فكره. انت مش بحبها عشان البسها ولكن بحب جدا واقدر جدا اللي بيعمل حاجات بايديه اي حاجه بايديه اي حد والله يا جماعه حتى مش بس الاكسسوار والحاجات دي. انا هجيبك هديه يدوي. انا هديك هديه. جابالي هديه يا حبيبتي؟ انت هديتي والله العظيم انت كل حبايبك. شاطره جابالي ايه يا حبيبه قلبي دي ليا انا؟ دي حظاظه ايد كده والله انا فعلا حظاظه حد خدها مني والله. اصل انا كل ما بلبس حاجه حد يقول انا عايز دي يروح واخدها من ايدي عادي فغالبا انا عندي مثلا بتاع 40 واحد راحوا من ايدي دي كده. الله الله الله. طب والله لايقه انا هلبسها مش هقلعها خلاص لبستها. تسلم ايدك يا ساره والله. وانا بحب بقى الحاجات دي جدا وبقيمها جدا كل المنتجات المصريه او الهاند ميد او الحاجات اليدويه دي انا بحبها جدا جدا. ولا انت رايك ايه؟ ها؟ طب مش هنديها حاجة دي ولا إيه رأيك؟ تعالي اختار لها حاجة اديها لها. اختار لها أنت حاجة. إيه؟ ماما قالت لي امبارح آه في حد أنا يرقى
هسافر. ايه؟ هسافر بره. هتسافري بره؟ رايحة فين؟ معرفش. اجازة؟ ممكن اقول اجازة؟ طبعا. نفسي الف بره، معرض بره. تعملي معرض بره لكل المنتجات بتاعتك. الحاجات اللي هي زي دي. نفسي نتقف. ان شاء الله هتطلعي بره. نفسي اجازة كمان. نفسك ايه؟ نفسي اجازة. مش بس هنا. هنا. طب وانت هنا ناجحة كويس؟ بتعرضي معارض كويس؟ ونفسك تطلع الحاجات دي كلها بره. او الناس تجيلي بقى هنا. الناس من بره تجيلك هنا. ايوه عندهم. وتروحي عندهم توري لهم المنتجات بتاعتك المصريه اللي انت عاملاها بايديك. شاطره ان شاء الله هيحصل. مش حاجه ثانيه. ايه؟ مش حاجه ثانيه. مش حاجه ثانيه. لا مش حاجه ثانيه. برافو. نفسي مثل. نفسك في حاجه ثانيه، نفسك تمثلي. امنيت. ايه؟ امنيت. برافو عليك. امنيت. ما شاء الله عليك. امنيت. ليه؟ نيت ما شاء الله عليك. بس ويمنيت. تمثلي؟ ويمنيت. ما شاء الله عليك. تقابلي الناس. الناس؟ ناس ويمنيت. تقابلي الناس و والناس تشوفني. تحبي الناس؟ اه. والناس بتحبك. واحنا بنحبك عشان انت جميلة وشاطرة ونظيفة ومحترمة وشيك وذوق وناجحة. ده احنا اللي بنحبك مش الناس اللي بتحبيها، احنا بنحبك. ميت حاجة تيجي حقك. برافو عليك. طب انا عندي بريك للاذان، نطلع عشان اذان العصر ونرجع على طول. اوكي؟ بعد اذنكم. ماشي؟ نطلع فاصل ثم نواصل. اتفضل. طب استنى. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله ومع احلى شباب، منوريني ومشرفيني، مبسوط جدا بيكم واحد واحد، وكلكم احلى من بعض، وما شاء الله عليكم، يعني ما شاء الله، يعني بخلاف الاكل كل واحد هوايته احلى من الثانيه، وبخلاف الهوايات كل واحد شاطر كمان في تربيته وتعليمه. انا مبسوط. وانت يا سلمى عايز تقولي ايه؟ انا انت من بدري عايز اقول لك على حاجه. اقول لك حاجه. ايه ده؟ وريني. الله اكبر ما شاء الله. بصوا يا جماعه، سلمى ما شاء الله متصوره مع سياده الرئيس. انت كنت فين الصوره دي؟ في شرم الشيخ. في شرم الشيخ ما شاء الله عليك. ان شاء الله هتروح شرم الشيخ تاني، وكله هيروح شرم الشيخ تاني، ونتصور كلنا هناك ان شاء الله. انت قمر. استهلي كل حاجه ونحطها هنا جنبنا كده. ايوه ايوه كده. فين الصوره بتاعتها التانية؟ والرهاني. الله. ايه يا عم اللبس الفرعوني الحلو ده؟ ايه الشياكه الحلوه دي يا سلمى؟ انت شطوره قوي ما شاء الله عليك. ربنا يحفظك ويحميكوا يا رب كلكوا. وانا شايف ما شاء الله، يعني اول الكلام بصراحه الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم للاهالي. ودايما بتكلم معاكم في التفصيله دي، الاب والام الحكايه في التعليم وفي التربيه، مش بس المدارس، التعليم والتربيه من البيت قبل التعليم بتاع الدراسه. فكل اللي حضراتكم بتشوفوه من النماذج المحترمين دول، وكل اللي بيجولنا قبل كده وان شاء الله كمان اللي هيجولنا تاني، دول كلهم طالعين من بيت كويس. التربيه هي اللي بتخلي تشوفوا النماذج المحترمه دي، التربيه اللي بتودي على التعليم الحلو، ونشوف كل الشهادات ونشوف كل الحاجات اللي واخدينها دي كلها من خلال الاب والام، ده الاساس. نبقى بعدين يبقى فكره التعليم ايا كان المدارس ايا كان فكره التعليم، بس الاساس طبعا من الاب والام. فانا بشكركم جدا، وبحب دايما نركز على كل الهوايات دي، ويمكن بقولها كل يوم. اللي بيحب الطبخ يركز معاه في الطبخ، اللي بيحب الرسم نركز معاه في الرسم، اللي بيحب الاكسسوارز يرسم يركز معاه في الاكسسوارز برضو. وشايف كمان في بعض الجهات في البلد ما شاء الله مركزه جدا مع الشباب دول، ده مهم جدا. ومن هنا لو حد بيسمعنا من اي جهات، لا يعني نزود اكتر وندور على اولاد اكتر، ونحاول دايما الاب والام يسعوا على كل الجهات المعنيه اللي بتشارك معاها الاولاد دي، ونحاول نسعى شويه في القصه دي، لان انا شايف الاولاد بيفرحوا بالحاجات دي. وشايف كمان يعني ربنا يديله الصحه ويحفظه الرئيس جابر بخاطرهم دايما دايما دايما، كل سنه بيبقى في وقفه بيفضلوا شايلين الصوره. يعني سلمى شايله الصوره بتاعتها، يعني حاجه كويسه جدا. ربنا يا رب يحفظهم ويديم عليهم النعمه والجمال والحلاوه دي. عايز تقولي ايه؟ انا مين عايز يقول؟ اتفضلي. في صورة سيسي بجوا مصري. ايه؟ في صورة سيسي. والله الرئيس معاكي برضو؟ فين الصورة دي؟ طلعي الصورة بتاعت سارة مع الرئيس. وانت قولي. تعالي. انا في الجامعة. في الجامعة دي الاي سي. في الجامعة في الاي سي؟ بسم الله ما شاء الله. في جامعة امريكية. الله اكبر. ايه يا عم ده انت بقى جامد قوي بقى.
ده انت الوحيده اللي هنا في المكان ده كله خريج الاي سي وجامعه امريكيه وسياسه واقتصاد كمان صح؟ ايه؟ سياسه واقتصاد. اه سياسه وعلوم سياسيه. سياسه وعلوم سياسيه صح كده ولا غلطان؟ اقتصاد وعلوم سياسيه. اقتصاد وعلوم. انا بقول لك انا حاسس ان انا قلت حاجه غلط. برافو عليكي ما شاء الله. شوف شوف التعليم والشطاره وبتعملي ايه في الجامعه الامريكيه؟ طمنيني جاي عليك. ربنا الحمد لله بس انا لسه اولى. انت لسه في سنه اولى؟ اه لسه اولى. اولى ما شاء الله بكره تبقى ثانيه وثالثه ورابعه لحد ما تتخرجي. تحبي ايه لما تطلعي ما تتخرجي ان شاء الله؟ سفيره. سفيره الله اكبر. سفيره ايه بقى يا حلو انت ولا تنفع سفيره؟ ووشك كله كاريزما وقمر. عايز سفيره ايه؟ سفيره اللي ربنا كاتبه لي. اللي ربنا كاتبه لي كل خير والله العظيم. ان شاء الله خير. والله العظيم ربنا كاتب لك كل خير وكل صحه وسعاده ليكي ان شاء الله. افندم طب فين الصورة يا جماعة؟ ما انتوا بتقولوا لي في صورة ومفيش صورة ما بشوفهاش. فين؟ اديني اهو فين الصورة؟ الله هي دي؟ اه صورتك مع الرئيس جابوها على الشاشة هيبقى باينة أكتر. لا تعالي انتي لسه ما طلعتيش صورتك، والنبي يا جماعة طلعوا صورة سارة والنبي. وباخد بطولات برافو برافو، أنت أصلاً بطل من غير حاجة والله، شاطرة. وناضحة في الثانوية العامة. ما شاء الله، جبت كام في الثانوية العامة؟ 96. 96 ونص؟ إيه رأيك في الكلام ده يا سارة؟ ما شاء الله الله اكبر. شايف شايف هو ده اللي والله ما كنت اعرف المعلومات دي قبل ما اتكلم. ده لسه كنت بكلم حضراتكم فكره التربيه هنا في البيت والتعليم. بص ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله اكبر عليهم كلهم احلى من بعض. خريجه اي يو سي لسه بقولها ما بقولهاش بهزار. كلنا هنا ما حدش هنا خريج جامعه امريكيه. هي الوحيده اللي خريجه جامعه امريكيه والتايتل اللي فيها ان شاء الله لما تكبر وانا متفائل لك والله هتبقى احسن من سفيره ان شاء الله. ربنا يفرح قلب اهلك بيكي ويجعلك دايما كده يعني صالحة انت وكل اخواتك دول. يا رب يا قمر يا قمر اتفضلي. طيب انت كنت عايز تقولي ايه؟ انا بقى لما انا كنت النهارده كنت مبسوطه والنادي الاهلي. والنادي الاهلي؟ ايه علاقه النادي الاهلي بالموضوع؟ قولي لي. انا كنت اروح النادي الاهلي انبسطت. برافو. وصورت مع الناس كلها. بجد والله رحت النادي الاهلي جميل جدا وصورت مع لعيبه الكوره؟ يا وادي انت يا والله انا ما صورتش معاهم. انت جامد قوي والله. انت اللي اتصورت وجامد. قولي تعالي. وقابلت خطيب. قابلت استاذ محمود الخطيب. كابتن محمود طبعا. برافو. انت كمان رحتي؟ ما بتاخدوش معاكم الحاجات دي ليه؟ انت يا عم تروح لوحدك حلو كله. ربنا يا رب يحميك ودايما اعلى مناصب. قولي يا ساره عايز تقولي ايه؟ عايز اقول ميسي ميسي وانت الصوره سيسي ميسي الصوره سيسي. الصوره يا شباب حالا حالا. فين الصورة؟ لسه مامتك ما جابتهاش. بس بسرعة يا جماعة والنبي حاول نجيب الصورة. أنا بوعدك الصورة لو ما جاتش دلوقتي أنا هنزلها على صفحتي. أعمل تيكو أعمل تيكو وصور. عملت تيكو شاطرة. وأعمل صورات. برافو عليك. أنت الصورات دي بقى أنا عايز أفهم حاجة واحدة. أنت بتعملها لوحدك؟ إيه؟ بتعملها لوحدك؟ لا أنا لوحدي وماما ثاني يرسي. ماما بتساعدك. طب إحنا هندي لها هدية ولا لأ؟ تعالي اديها حاجة حلوة من ايديك انت. نقي لها حاجة اديها لها يلا. هي طهية ضحية. نقي نقي انت يلا. لا هي مكسوفة انت سحبت الحاجة اديها لها. هي ضحية. لا تعالي 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 اديها اختيارات. هي هتتكسف بس هي مكسوفة ازاي؟ انت اخدي لها اختيارات شايفة ايه اللي يناسبها؟ قولي. هي تحب ايه؟ هي تحب أي حاجة من ايدك. هاتي منديلة سلمى من عندك لسارة ولا خلاص هي معايا خلاص شكرا خلاص. تحبي ايه يا حبيبتي؟ تديها ايه؟ خلاص يا شكرا يا حبيبتي. تديها ايه؟ اوبا 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 عزوق يلا مد ايدك لاختك يلا هات اهو. الله الله هنا ولا هنا؟ اوبا لا دي كبيره معلش حاجه صغننه ماشي حاجه دي دي صغننه وريني. لا دي كبيره. طب ممكن نديها دي؟ ايه رايك؟ طب ممكن نديها دي؟ ها دي حلوه؟ يا حلوه دي؟ نفس اللون بتاع تعالي تعالي يا حلو انت هيلحق عليك اكيد هتليق عليك بسم الله. الله 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 ايه الحلاوه دي يا عم؟ ايه يا عم الحلاوه دي؟ الله اكبر برافو عليك. نعم يا شيف اقبل يا باشا انا مش سامعك ليه؟ تعالى تعالى انت بالك حبه يا باشا تعالى شم معلش حاجه شم حاضر تيجي تشم معانا الاكل ده خليك انت لحد ما نجيب الطبخ ونيجي وريني. السلام عليكم. انت منورة الدنيا. خلصت التونة؟ اوعى تكون كلتها. لا والنبي انا شايف كل حاجة. المكان كله محاصر. طبعا. الله 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 ايه يا عم الحلاوة دي؟ احنا بقى نفتح مطعم. ايه؟
هنفتح مطعم ونخلص القصه دي، ايه رايك؟ صح. انا ما بهزرش. لا اكيد. عايزه. طب استنى اجيب لك طبق عشان نغرف فيه. ايه حاجه؟ عايزه حاجه اطلع بيها. انا تعالى اطلعها لك انا، خليكي زي ما انت. بسم الله. الله الله، ايه ده؟ انت يا سلمى اللي عامله ده؟ طب حاسبه عشان سخن جدا، هنسيبه هنا زي ما هو كده. دي البيتزا بتاعتك بالزعتر والجبنه وال ايه الحلاوه دي؟ وعيش حلو كان. ايه ده؟ انت شاطره. دي فكره حلوه قوي، ايه رايك في الكلام ده؟ ايه ده؟ ايه رايك يا ساره في الكلام ده؟ ها؟ ايوه بس ما يجيش تحط شطه بقى. لا بلاش كده، عشان لو حد بيحب الشطه احسن. ولو عايزين نحط شطه نحط في الاخر. صح؟ برافو عليك، استنى اجيب لك طبق نطلع فيه ده ولا ايه رايك؟ ماشي. اتفضل يا باشا. استنى، انا عاجبني قوي انت لابس لبس الشيف النهارده، جاي لي كده. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله، فراخ مشويه. قمر قمر يا باشا، قمر. خد يا باشا، يلا حط طبقك هنا جنب طبق اخواتك. يلا بسم الله. على مهلك. امو تعالى. ايه يا حبيبه قلبي؟ انا اسمي علاء، انا مش عمو، علاء على طول. ايه يا حبيبي؟ دي السمك كمان خلصان اهو، يلا نطلعه. لا هنا 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 جنب اخواتك، هنا اهو. لا هناك عشان هنا. اه هنا هنا اهو في النص. اه بسم الله ما شاء الله. ايه يا ساره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حط هنا قدامك، شايفين؟ بص يا استاذ كده سنيت السمك. يلا يا باشا حط اللي انت عايزاه. بسم الله ما شاء الله عليكم، برافو. امي حياتي، احبك ياما. يا باشا بتكلم مين؟ امي. هي فين الحاجة؟ ايه؟ ماما هنا؟ شايفاك؟ بتقول لها ايه؟ امي؟ سنغال. ليه؟ استنى لا ده كده عشان براحتك خالص بقى ومشمر كده، وريني. ايوه كده. بتقول لها انت ايه بقى؟ بتقول لماما ايه؟ امي. اه شيل ده، هات ده، هات ده. سنغال. ايوه حط هنا اهو، برافو عليك. تعال قول لي بقى، بتقول لماما ايه؟ امي. اه حبايب. اه يخليك ياما. الله يخليك والنبي عسل. انا هقولها لماما انا كمان، ياما ربنا يخليك لي ناس الحبايب كده ولا ايه؟ وحبايب يخليك ياما، يخليك ليها يا رب ويحفظك، ربنا يحميك. وماما تشوفك احلى واحد في الدنيا. استنى النهارده ماما تشوفك احلى واحد في الدنيا، عشان انت محترم وشاطر وراجل وجدع وفنان وشيف. انت مش قليل، انت جامد جامد. وماما بتحبك جدا وبابا بيحبك جدا. دي امي. اه طبعا دي امي، قلبي حياتي. ربنا يخليك ليها ويحفظها. حد عايز يقول حاجه لماما؟ ده مامته هو. قول مين انت؟ يلا قولي. عايزه اقول لك يا ماما ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك يا رب، وتفضلي جنبي على طول يا رب دايما. ها وانت يا ساره قولي لماما. مين سوي يا ماما؟ اه في جنبي ما شاء الله. احبك ميسي 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 فيك كل حاجه. ربنا يحميك دايما يا حبيبتي. وانت كمان يا سلمى قولي يلا. ماما ربنا يخليك يا رب ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. وانت يا باشا؟ ها؟ اه طبعا. قول ماما كلمه حلوه. حاضر. ربنا يخليك ليا يا ماما، ودايما واقفه جنبي، ودايما بتعملي لي اللي انا عايزه. ربنا يخليك يا رب دايما يا رب. ممكن اقول بس حاجه؟ قولي نفسك فيه، عايز تقولي ايه؟ سيبيني سيبي سيبي بات بات هب هب اوف اوف. تتكلم كلمة على فلسطين الحرب يقف، ده انت عايز تقولي ولا انا فاهم غلط؟ اه صح. وميسي هب اوف، والناس ماتت كتير قوي. الناس ماتت، الناس ماتت كتير قوي، لازم الحرب تقف. نعم حبيبتي اخت سياد. ماشي فسامعين يا جماعه الرساله من ساره. وحدوا الحرب، اهدوا شويه، الحرب لازم تقف. دي هي بتقول كده لكل اللي بيسمعونا، الحرب لازم تقف عشان الفلسطينيين حبايبنا وناس كتير جدا منهم بتموت. صح كده؟ اه والناس ماتت وكتير قوي الناس ماتت. ربنا يا رب يرحمهم، وادعي لهم ربنا يا رب يكرمهم يا رب ويهدي الحال وينصر مصر دايما ويجعلنا دايما واقفين معاهم كده، عشان دول حبايبنا واخواتنا. شاطره، برافو عليك. حد عايز حاجه ثانيه؟ برافو عليك. وانت عايز تقولي ايه؟ انت نمتي ولا ايه؟ لا اصحي، رايحه فين مني انت؟ ها فين؟ اه جابوا لك الصوره، جابوا لك الصوره بتاعتك. فين الصوره؟ الله ايه الحلاوه دي يا ساره؟ سياده الرئيس بيبوسك وبيبوس دماغك، ايه الحلاوه دي؟ اني يحبني. بيحبك طبعا، وانت بتحبيه؟ ادعي له. هو بيعمل له كل حاجه. هو بيعمل له كل حاجه، ادعي له دايما، ادعي له بالصحه والسلامه ليه يا رب. ايه يا حبيبي؟ قول قول. سعاد سعيدي، انا شفته الرئيس.
انت كمان شفت الرئيس؟ اه ما شاء الله. وسيدي قال انت حلوه. انت اصلا كده كده هو قال لك انت حلوه؟ ما شاء الله انت قمر اهو. ايه الجمال ده؟ ده كلام اللي احسن من 1000 شهاده. ما شاء الله ربنا يحميك وانت احلى من الحلاوه وانت احلى. انا نجحت. انت ناجح اصلا. مش لسه هتنجح، انت ناجح يا باشا، انت نجحت خلاص. نجحت انا؟ اه يا باشا انت نجحت. حلو. اه طبعا انت نجحت واخدت رقم واحد كمان. واحد. انت رقم واحد. انا واحد طبعا. زي سارة رقم واحد، كله رقم واحد. انا احب اقول بقى اقول النتيجة لكله؟ كله كله ياخد النتيجة؟ انت بتضحك انت وساكت خالص. طيب عبد الرحمن بودي. مين في عبد الرحمن بودي؟ ايوه انا. انا فتي. انت ناجح. هنقول ده يا شيخ الله عبد. ربنا يحميك. سلمى انت كمان ناجحة رقم واحد. برافو عليكي. وسارة انت رقم واحد. ربنا يفرحك دايما. تقى حنفي انا. انت ناجحه يا تقى رقم واحد. محمد شعبان. نعم. حماده. نعم. انت رقم واحد. وريتاج انت السكر كله. انت السكر كله والسلسله الجديده يعني ايه ده؟ حاجه حلوه. ربنا يحميكم ويحافظ عليكم. انتوا نورتوني وشرفتوني. ولا حاجه. اتفضل. محمد. محمد مين؟ محمد طيب. ايه؟ محمد طيب. محمد الطيب؟ اه ايوه. انت تعرف محمد الطيب؟ اه انا افتكرت اسمه اللي كان هنا قبل كده من شهر. ايوه انا شفت. ولا غلطان يا شباب؟ من شهر ولا غلطان؟ ايوه محمد الطيب ده كمان عايز يطلع شيف انا فاكر. شفت. وكان عايز يبقى دكتور عشان يعالج الناس وعايز يفتح مطعم عشان ياكل الناس ببلاش انا فاكره. والنبي لو سامعنا محمد انا بحبك والله يا محمد. انا فاكره محمد اسمه محمد الطيب. لا انا يعني ما اعرفش هو متابعنا النهارده بس انا بوصل له سلامي. ربنا يحفظك يا حماده. انت ليك معزه عندي شخصيه كده كبيره. انت كل حبايبنا بس انا فاكرك كويس قوي. ربنا يحميك. وكمان اهو صاحبك فاكرك اهو. صح ولا ايه؟ صح. انتوا نورتوني وشرفتوني وانا مبسوط جدا جدا جدا. مطعم ها؟ ايه؟ مطعم. خش مطعم. خش مطعم؟ اه بلاش الناس بلاش. ماشي. وانا كمان صدق. والله العظيم وانا كمان مبسوط جدا بيكم. قوي قوي انا صدق. نورتوني وشرفتوني طبعا. في اخر الحلقه حد عايز يقول حاجه؟ حد حابب يقول حاجه؟ قول يا سلمى. انا مبسوطه ان انا معاك النهارده يا حبيبه قلبي. وانا اسعد والله العظيم. ربنا يحميكم ونشوف اولادنا زيكم وشطار زيكم متعلمين زيكم كده التعليم الحلو والتربيه الحلوه دي والادب والاخلاق دي. يا رب يجعل اولادنا كلهم زيكم كده ذريه صالحه ومحترمه وحاجه فوق الجمال. طيب انا لازم اختم. وانا بالنسبه لموضوع الهدايا بس هي القناه قالت يعني مش هنقدر نقدم هدايا الفتره دي عشان تضامن مع غزه. ولكن انا مش ناسيكم بس بنخلص يعني ماشي. وانتوا نورتوني وشرفتوني واشوفكم ان شاء الله على خير. ويا رب اتفضل. يا رب بسميهم. ايه؟ يا رب بسميهم. يا رب يا رب. قول قول لي. ابو سقك. ابو سقك والصحه وعافيه ربا يسجل ان شاء الله وعمر ان شاء الله وحج وكعب ان شاء الله. يا عم انت الكلام ده كبير عليا قوي والله العظيم. انا خسنا. انا خسنا. انا خسنا. انا خسنا نيوم. يا رب كل الدعاوي دي ليا انا وليك وكل الناس كلها. انا بشكركم شكرا جزيلا ونورتوني وشرفتوني واشوفكم ان شاء الله احلى الحال واحلى صحه واحلى تعليم ودايما كده منورين كل مكان تخشوا وتعلموا كل الشباب الصغير كل اللي بتعملوه كله حلو. يا رب دايما حبيب قلبي. يلا سلام عليكم واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي يا امه.